ماذا تخشى مما تخاف؟ هل تخشى الاعتراف؟ هل تعرضت إرادتك للاختطاف؟ من قال إن الصمت أبلغ من الكلام؟ هل أوهموك بالحلال والحرام؟ وأقنعوك بعيشة الكفاف وطول اللحاف والحصيل عجاف إثر عجاف؟ التزم الصمت كما تشاء، فالصمت عن حق من شيم الضعفاء. إن الصمت في غير محله داء وسيجلب البلاء. تكلم، فكم من طبيب قال إن في الكلام شفاء. متى جلب الكلام الشقاء؟ إن كان بخير كان دواء. ماذا تخشى مما تخاف؟ هل تبحث عن الإنصاف؟ شارك معنا وانسى الخلاف أو سمه اختلاف. ولا تأخذنك الحمية قائلا لنفسك كلب خير من خروف في قطيع الخراف. لست وحدك فنحن معك ومعنا الآلاف وبيننا الأيام. والباب مفتوح للراغبين بالانضمام على أن تتوفر في المتقدمين بعض الشروط والأحكام. أن يؤمن بأن العراق وطن يتسع للجميع على الدوام. أن يكون جسوراً ومقدام يبغض الانتقام. ويدرك جيداً أننا لبعضنا خدام. ويعي أن الهدم يحصل من أول صدام. وأن البناء يستغرق أعواماً وأعوام. وأن الأحلام تتحقق بالالتزام. فلا تنتظر فتوى من دار إفتاء وأعلن البراءة من كل تطبيع جرى في العلن أو الخفاء. لا للتطبيع لا، فالمطبع قليل حياء. فإن لم تستحي إذن فاصنع ما تشاء. ما دمت معروضا للبيع ولو أنك لا تستحق الشراء، بكم تبيع ذمتك؟ كم سعرها في عروقك تلك الدماء؟ هل أغلى منك الرداء؟ كل ذلك وصدى في صدانا. بكم مشاهدينا الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامج صدى الحدث، ونرحب بضيفنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عماد باجلان. أهلا بك أستاذ عماد. تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك أستاذ عماد. إذن يعني مؤتمر للتطبيع عقد في أربيل يعني قبل ربما نحو أسبوعين من انتخابات مرتقبة، يعني هل يشى التوقيت بشيء بالنسبة لكم؟ نعم، حقيقة ما أثير في الإعلام على خلفية إجراء هذا المؤتمر والحالة الكبيرة وتسليط الكم الهائل من الضوء على هذا المؤتمر وتسقيط ومحاولة تسقيط من بعض الجهات الإعلامية والسياسية لحكومة إقليم كردستان قبل الانتخابات. يا سيدتي الفاضلة، الموضوع كما يلي. كان هناك يوم الجمعة مؤتمر باسم السلام والاسترداد لفدرالية أو فدرلة المناطق المحررة من داعش، دعيني أقول، أو إقامة الإقليم السني. حضروا فيها كثير من الشخصيات، وتحت هذا العنوان عقد هذا المؤتمر. وأنا اليوم التقيت في ببعض من دعيني أقول شخصيات مهمة الذين حضروا هذا المؤتمر. أكدوا لي أن المؤتمر كان يسير نحو مسألة الفدرالية والإقليم ومسألة المغيبين وإلى آخره. يقول وقالوا تفاجأنا في نهاية المؤتمر بقراءة بيان من
السيدة سحر اللامي وليس الطائي، أكدوا على أنها سحر اللامي وليس الطائي، والسيد وسام حردان بمسألة التطبيع، وفوجئنا كما هم فوجئوا. نحن في إقليم كردستان لا علم لنا، حكومة إقليم كردستان وإدارة إقليم كردستان وأحزاب إقليم كردستان ملتهية بـ 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 بأمور أخرى، بالبناء والتطور وفتح مشاريع. يعني هذا الموضوع إن كان علم لكردستان فهو مضر لإقليم كردستان ولأحزاب كردستان قبل الانتخابات، لأننا قبلنا على الانتخابات. لذلك الموضوع فيه جنبة سياسية، قد يكون ربما هؤلاء الأشخاص الذين قرأوا هذا البيان وطرحوا طرح التطبيع قد يكونوا مندسين ويعني وراءهم جهات سياسية لطرح هكذا بيان لضرب الإقليم في هذه الأيام، وقد يكون من وراءها جني أو عقد صفقة مالية بين الكتل السياسية. نعم، هل هي هذه الغايات؟ يعني هل عندما تنظرون إلى توقيت عقد هذا المؤتمر والبداية أو العنوان الذي طرح له والشخصيات المشاركة فيه ثم تم حرفه في الختام من قبل بعض الأشخاص الذين أو الشخصيات الحاضرة لذلك المؤتمر دعوا فيه للتطبيع، بأن هناك يعني غايات من وراء ذلك، ربما تطرقت إلى جانب منها، لكن يعني نتساءل من خلالك أستاذ عماد، هل حقق بالنسبة لكم ذلك المؤتمر الأهداف المرجوة التي عقد من أجلها عندما تم حرفه؟ نحن كإقليم كردستان وكحكومة وكشعب وكقيادات وكأحزاب ليس لدينا أهداف من وراء هذا المؤتمر. هذا المؤتمر كما تعرفين سيدتي أربيل واحة مفتوحة للديمقراطية وممارسة حرية ممارسة الرأي، فكثير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات تعقد في أربيل، كثير من الأحزاب، لكن لا تتحدث كلها عن التطبيع. هذه مسألة طبيعية نعم ولكن ما حصل قلت لك العنوان كان يعني عنوان السلام والاسترداد ومسألة الفدرالية لهذه المناطق التي تحررت من داعش، ولكن فوجئنا أنه نزلت فيديوهات أو سربت أو نشرت فيديوهات فيها أشخاص يدعون إلى التطبيع. هذا واحد. شيء ثاني، إذا ما ذهبنا إلى الجنبة السياسية، من المستفيد من هذه العملية؟ يعني قطعا كردستان يعني متضررة من هذا التسليط الضوء والتسقيط وقبل الانتخابات. المستفيد، هناك رأي يقول أنه الأحزاب السياسية في بغداد يعني يشعرون بخوف من، خاصة دعيني أقول في مناسبة أربعينية الحسين عليه السلام، هناك موجة غضب من قبل الزوار الشباب الذين يهتفون بتسقيط الأحزاب ورحيل الأحزاب وإلى آخره، أنه هذه كانت مفتعلة لدغدغة مشاعر وتغطية لرص الصفوف من جديد، إشغال الناس بهذا الموضوع نعم. طيب هذه واحدة، فيها أكثر من جنبة، هذه واحدة. الثانية السيد وسام حردان، يعني حقيقة شخص مثير للجدل، يعني شخص مثير للجدل، له دعني أقول سوابق في مسألة الصحوات، وكثير من من أهل الرمادية والأنبار وكثير من الشخصيات غير راضين عن تصرفاته بالنسبة دعني أقول لصفقاته المشبوهة أيام المالكي وأيام الأمريكان، وقد اختلس أموال لأناس كانوا مشاركين في الصحوات. يعني هناك جدلية على هذا الشخص. نعم. طيب هل هناك من غايات أخرى ربما تكشفت لكم من خلال التعاطي الإعلامي مع ذلك المؤتمر؟ لا يعني يعني لنكون واقعيين، الإعلام الأصفر دائما موجه ضد إقليم كردستان، أي مشكلة تحصل في البلد دائما يلقى اللوم أو يلقى فشل هذه الأحزاب أو الكتل على شماعة إقليم كردستان، في حين إقليم كردستان لا تبالي لهذه الادعاءات اصلا، هي مشغولة بأدائها كحكومة، مشغولة بأدائها وبإقامة بإنشاء المشاريع الاستراتيجية يوما بعد يوم. هناك تغييرات لدينا في مدننا في إقليم كردستان، لذلك هناك إعلام موجه.
فما بالك أن مؤتمر يقام في داخل أربيل في أحد فنادق أربيل يعني يتطرق إلى موضوع التطبيع، فهذه مادة دسمة، مادة إعلامية نعم. دسمة كما ذكرت لك يجيشون بها مشاعر الشباب نعم. في الشارع العراقي، بل ذهب ربما الأمر إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى طرح سؤال يتعلق بموقف إقليم كردستان أستاذ عماد من التطبيع، وتكرر في أكثر من مناسبة حقيقة سواء على يعني صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى في غيرها، وهذا بالتالي يستدعي التوضيح أو إلقاء الضوء عليه هنا تحديدا من خلالكم. تفضل والوقت لك أستاذ عماد. نعم، كأقليم كردستان ملتزمة تماما بالسياسة الخارجية والعامة للحكومة الاتحادية، وكردستان جزء من العراق، يعني لا تتقاطع مع بغداد في هذه المسائل إطلاقا، ليس الآن حتى من قبل. وأما هذه الادعاءات أن كردستان لديها علاقات مع إسرائيل، وكردستان تصدر النفط إلى إسرائيل، وأن شخصيات إسرائيلية زاروا هذا المؤتمر، هذا كله هواء في شبك وادعاءات كاذبة لا أصل لها من الصحة، لأن نظام المطارات في كل العراق مرتبطة، وبغداد تعلم علم اليقين من يدخل المطار ومن يغادر المطار، فهذه كلها ادعاءات. اقليم كردستان لا تتقاطع مع الخطوط العامه والسياسات الخارجيه مع بغداد، لاننا جزء من الدوله الفدراليه. اما اذا بغداد فكرت بالتطبيع هذا بحث اخر، اما كاقليم كردستان لا علاقة لها بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. هو فقط الأمر استدعى التوضيح أستاذ عماد. يعني هل تتفق أيضا مع من ذهب إلى كون المؤتمر عملية كبرى أكثر من كونها جس لنبض الشارع العراقي والقوى السياسية، انطلاقا من ذهاب بعض السياسيين في فترة سابقة إلى يعني إسرائيل ولم تتم محاسبتهم حتى الساعة؟ أثيرت هذه القضية في فترة سابقة، لم تتم محاسبة أحد. يعني باعتبار أنني بعيد عن 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 المطبعين وبعيد عن المطبلين كمراقب سياسي، يعني هؤلاء الأشخاص عندما ألقوا البيان عبروا عن رأيهم الشخصي، وهذا الرأي يعني لا يمثل رأي المؤتمرين أو الحاضرين في المؤتمر جميعهم. الأشخاص معلومين الذين طرحوا هذا الطرح. دون ذلك أنا أتصور لا يستوجب كل هذه ردة الفعل من قبل القنوات أو من قبل السياسة، لكنه فعليا استغل أستاذ عماد، يعني أشخاص اعتياديين لهم، اتفقنا أم اختلفنا بشأن ذلك؟ نعم استغلت استغل واستثمر وتم توظيفه لغايات ومصالح وأهداف سياسية انتخابية. أحسنتي. نعم، وأيضا كان الأوجب النظر إلى تاريخ من دعا إلى التطبيع كما تفضلت في البداية أستاذ عماد. التاريخ مهم جدا، التاريخ عشية ذكرى الرابعة للاستفتاء. هنا يعني الموضوع يدعنا أن نشك أن هناك فعلا توجد مؤامرة تحاك ضد إقليم كردستان لضرب هذا التاريخ، يعني كان ذكرى الاستفتاء يوم 25 والمؤتمر عقد يوم 24، وكذلك قبل أربعينية الإمام حسين عليه السلام وقبيل الانتخابات. كل هذه المواضيع أو هذه التواريخ أو المواقيت وتوقيت المؤتمر يدعونا أنه نعيد حساباتنا، أنه هذه كانت مفتعلة وليست عفوية من قبل هؤلاء الأشخاص الذين في نهاية المؤتمر صرحوا بهذه التصريحات. نعم، أيضا يعني بالنسبة للإجراءات التي اتخذت حتى الساعة من قبل الإقليم بودنا أن نستفسر منك عنها، حيث أصدر الإقليم بيانا رافضا لما ورد في المؤتمر، صح أستاذ عماد؟ أصدر بيانا رافضا لما جاء في المؤتمر، تلك الجزئية المتعلقة بالتطبيع، وشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أهم تلك الإجراءات التي اتخذت حتى الساعة. يعني الإقليم، وزارة الداخلية أصدرت بيانين يوم أمس وضحت فيه موقف حكومة الإقليم وإدارة الإقليم من ما حدث في الإقليم
في هذا المؤتمر. نعم. وبالنسبه للاجراءات المستقبليه حتى الان ننتظر يعني اداره اقليم كردستان او القضاء او اي جهه سواء كان سوف تتخذ الاجراءات او ترحل هؤلاء الاشخاص الذين دعوا بالتطبيع ام لا. ولكن ايضا كان هناك قرابه 300 شخص في هذا المؤتمر. هذا لا يعني ان الجميع يتبنون هذه الفكره. ذكرت لك ان شخص او شخصين او لا يعني لا يزيدون عن 3 طرحوا هذه فكره التطبيع، دون ذلك البقيه لا يتحملون وزر هؤلاء 3. نعم، توضحت الصوره بالتاكيد. اذا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستاذ عماد باجلان، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا. تفاعلت حقيقة الصحافة العراقية بشكل كبير مع القضية التي شغلت الرأي العام العراقي، بل وحتى صرفت أنظاره عن الانتخابات والتحضير لها لتتصدر المشهد. تقول جريدة الصباح العراق: التطبيع مع الكيان الصهيوني خط أحمر. تحت ذلك العنوان حقيقة نقلت الصحيفة في صفحة كاملة ردود الفعل العراقية بمختلف المستويات، بداية من موقف الرئاسات الثلاث، مرورا بالزعامات، ثم الكتل والأحزاب السياسية كافة، وصولا إلى الرأي العام الشعبي في الشارع العراقي على بعد خطوات فقط من خط الشروع بالاقتراع. تلك هي المسافة الفاصلة بين توقيت المؤتمر ويوم الاقتراع. لذلك ندع جانبا كل التصريحات السياسية ونركز على الرأي الشعبي. أهالي كركوك يرفضون عقد المؤتمرات التي تدعو إلى التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، لأن ذلك يعد تحديا لإرادة الشعوب العربية. يقول أبناء كركوك الرافضون للمؤتمر، فيما أكد مواطنون من محافظات أخرى على ضرورة القضاء على مثل تلك المؤتمرات التي يراد منها تفكيك النسيج الاجتماعي، وضرورة وأهمية الانتباه من توقيت انعقاد المؤتمر الذي سبق العرس الانتخابي العراقي بأيام. فيما أكد حقوقيون أن الحديث عن تطبيع مع الاحتلال الصهيوني في هذا الوقت الحساس هدفه إحراج الحكومة والدولة العراقية المنشغلة بتنظيم انتخابات مبكرة. بالنسبة للمدى، صحيفة المدى ركزت على جانب مهم من رد الفتنة، وهو موقف حكومة إقليم كردستان التي وجدت في المؤتمر استهدافا للإقليم وتحريضا على تجربته واستقراره، طرد نهائي من الإقليم داخلية كردستان. ذكرت بأن الإقليم ملتزم بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة. تحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة بأن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان اتهمت إحدى منظمات المجتمع المدني بحرف ورشة عمل عن التعايش السلمي إلى أغراض بعيدة عن شروط الرخصة الممنوحة للورشة، والتي تطرقت إلى موضوع التطبيع مع إسرائيل، وهو ما ورد في حديث ضيفنا الأستاذ عماد باجلان. اعتبرت بأن الكلمات التي ألقيت لا تتطابق مع السياسة الرسمية لحكومة الإقليم، وأن إقليم كردستان العراق ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي ملتزم دائما بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة، ولا يسمح مطلقا باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، وأن الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولا يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان. إذن فالموقف المتشنج من الإقليم وحكومته وسكان محافظاته أمر غير مبرر. من الواضح تماما حقيقة بأن المتحدث بتلك اللغة يسعى لخلق فتنة موجهة بالضد من الإقليم وعدد من المحافظات، واستثمار ذلك كما العادة بشكل عنصري وطائفي لأغراض انتخابية. وصلنا إلى سؤال حلقتنا لهذا اليوم: هل تعتقد بأن ردود الفعل السياسية تجاه مؤتمر التطبيع لها أبعاد انتخابية؟ وكانت النسب كالآتي كما تتابعون معنا، ونبدأ من منصة تويتر: 87% يعتقدون بأن ردود الفعل تجاه المؤتمر لها أبعاد انتخابية، يعني نشكر ذلك الوعي بالتأكيد، و13% لا يرون ذلك. أما بالنسبة لمنصة اليوتيوب كانت النسب كالآتي: 85% يعتقدون أيضا بأن ردود الفعل السياسية تجاه المؤتمر لها أبعاد انتخابية،
كما تم حرفه، بينما 15% لا يرون ذلك. وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الحدث، على أمل أن نلتقيكم يوم غد بإذن الله تعالى. تحية لكم في كل مكان، ودمتم بحفظ الله.